انطلق معرض الأسياد بنسخته 12 والذي يجمع الأنشطة التجارية والحرفية المتنوعة لدعم المشاريع الصغيرة، فيما سيخصص جزء من ريع المعرض للأعمال الخيرية. انطلاقا من تحقيق الوحدة الوطنية بين كافة مناطق مملكة البحرين لرواد الأعمال تحت سقف واحد، يأتي معرض الأسياد بنسخته 12 جامعا بين أركانه 50 نشاطا تجاريا وحرفيا متنوعا، ما يبرهن على أهمية دعم المشاريع الصغيرة وتقديرها، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لها من أجل استثمارها. أهمية هذا المعرض اليوم هو لتعزيز دور الشراكة المجتمعية وتعزيز اللحمة الوطنية بين أطياف المجتمع البحريني ودعم الأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة لتعزيز دور المواطنة في مملكة البحرين. نشكر معرض فريق أسياد على هذا التنظيم الرائع والمشاركة الكبيرة من وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وأطياف المجتمع لتفعيل دور الشراكة المجتمعية في مملكة البحرين للعمل المشترك، ونتمنى هذا يتحقق على أرض الواقع فتكون لنا حاضنات في 4 المحافظات، ليكون لنا سوق يحتضن الأسر وأصحاب السجلات الافتراضية لتحقيق تطلعات التنمية في مملكة البحرين ولدعم المرأة البحرينية. هذا المعرض احنا بدورنا كمجلس نواب داعمين ليس فقط للجانب التشريعي والرقابي، أيضا بالجانب التمثيلي والجانب المجتمعي، الاختلاط مع المجتمع البحريني بكافة مكوناته. سعيدين بتشوف احنا شبابنا البحريني اليوم قاعد ينتج أشياء ويعتمد على نفسه بنفسه، خصوصا بالأعمال الحرفية. احنا مثل ما نشوف في دول متطورة كثيرة، على سبيل المثال مثل اليابان اللي هي تعتمد بنسبة كبيرة على الأعمال الحرفية والأعمال اليدوية والمهن الحرفية، اللي احنا نتمنى بإذن الله تعالى بدعم من جميع مجلس النواب وأيضا الحكومة الرشيدة. دائما كما قال سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة أن الأبواب مفتوحة بين مجلس النواب ومجلس النيابة وفي تعاون مشترك، وهذا أكبر دليل على تواجد النواب اليوم هني وممثلين الحكومة سواء من وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة شؤون الشباب. المعرض اختار مكانه في عين عذاري، حيث يلتقي أهل البحرين من كل المناطق في هذا المكان الذي يحمل صفة تراثية وتاريخية وإنسانية واجتماعية، فيما سيخصص جزءا من ريع المعرض للأعمال الخيرية. نشكر أولا سعادة نائب جلال محفوظ وجميع السادة النواب الحضور على تشريفهم لنا في هذا المعرض الذي هو حقيقة عبارة عن حاضنة للمواهب البحرينية المعطاة المبدعة التي تحتاج إلى إبراز، تحتاج إلى ظهور. نحن دورنا في هذا المعرض أن نقوم بإبراز هذه المواهب للناس للعالم حتى يتمكنوا من استخراج هذه الإبداعات القيمة البحرينية وإظهارها للعالم، وتكون إن شاء الله رائدة في هذا المجال. معرضنا يدعم المرأة البحرينية، احنا دورنا كنساء نحاول اظهار المرأة البحرينية باجمل صورها بابداعاتها. الفعاليات اللي راح تكون للنساء فعاليات مميزة جدا، راح يكون عندنا مدربات من النساء، في عندنا نساء تدعم المواهب ويدعمون ذوي الاحتياجات الخاصة، بيكون لهم دور فعال ان شاء الله خلال معرضنا. الاهتمام بالأيدي العاملة والحرف اليدوية وجدت طريقها في هذا المعرض ليشمل به الأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة لعرض منتجاتهم المتنوعة التي تستقطب مختلف الفئات العمرية، وهذا ما سيسهم في تلبية الطلبات للمتسوقين والمشاركين في المعرض. إيمان شرف، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.